وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، وهذا الحديث مختصر، أين الاختصار؟ أن أم حبيبة لم تذكر، مع أن المخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأم سلمة. وهنا ليس فيه اختصار للحديث، وإنما فيه ترك لذكر أم حبيبة، لأن الحديث ليس فيه اختصار هنا. فأم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، وقولها كنيسة، الكنيسة هي معبد النصارى، اسم هذه الكنيسة مارية، فكانوا يسمونها بهذا الاسم. رأتها بأرض الحبشة، وأرض الحبشة كانت بها الديانة النصرانية، ولذا لما وفد من وفد من الصحابة في الهجرة من مكة إلى الحبشة أراد الوشاة أن يشوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وكل من ملك الحبشة يسمى نجاشيا. وهذا الذي آوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحمة. فلما جاء عمرو بن العاص ومن معه من أجل أن يسلم النجاشي هؤلاء النفر إليهم لكي ينزل بهم أشد العذاب كما كان يجري عليهم في مكة، قالوا: إنهم يقولون في عيسى أمرا لا يحمد. فذكر القصة، والشاهد من هذا أن النجاشي ومن معه كانوا على دين النصرانية. وما فيها من الصور، فهذه الكنيسة ليست أرضا متعبدا فيها فحسب، بل وضعوا فيها صورا، وهذه الصور قد تكون لعظمائهم من الزعماء، أو قد تكون للأنبياء السابقين كما فعلت قريش في الكعبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح عليه مكة رأى في البيت صورة إبراهيم وإسماعيل ومعهما الأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسم بالأزلام، فلم يدخل البيت حتى أزيلت هذه الصور. فقد تكون هذه الصور إما لزعمائهم وإما لأنبياء سابقين. فقال القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك، ويصح أولئك، فإذا قلنا أولئك بفتح الكاف باعتبار الجنس من غير أن ينظر إلى المخاطب أهو ذكر أم أنثى، أولئك من أجل أن يشمل الكل. ويصح أولئك من باب أن الخطاب موجه إلى أم سلمة رضي الله عنها. وأولئك اسم إشارة، وهذا الاسم يقصد منه البعد، وقد يكون المراد من الإشارة بالبعد التحقير والتنقيص، كما هنا في هذا الحديث: فإنه بعد فلاحهم وسعادتهم على مثل ما هم فيه من وضع هذه الكنيسة وهذه الصور. إذا ظرف زمان لما يستقبل، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، الصالح هو الذي قام بحق الله عز وجل وبحق عباده، وإذا قام الإنسان بحق الله وبحق عباده صلحت له الدنيا والآخرة. وأل هنا أل الموصولية، لما؟ لأنها دخلت على اسم الفاعل صالح، يعني الذي صلح، وتقول الذي صلح، لكن من باب التدقيق في العبارة إذا فتحت اللام في صلح فالمراد أنه بدأ في الصلاح، وإذا ضمت اللام فإنه الرجل الذي صارت فيه صفة الصلاح سمة، مثل ما مثلنا بفقها وفقها وفقها. وأو هنا لها أنواع، لكن نوعها هنا للشك،
فشك الراوي، أذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقوله بنوا على قبره مسجدا، والبناء هنا قلنا يشمل أمرين، بناء حسي وبناء معنوي. فالبناء الحسي ما هو؟ هو البناء العادي من الأحجار والطين ونحوه. وأما البناء المعنوي فهو أن يتعبد لله عز وجل عند هذا القبر. وقد مر معنا مثال على البناء المعنوي فيما كان يفعله من سبق، قوم نوح، فإنهم نصبوا أنصابا وصوروا صورا وعكفوا على قبورهم، كل ذلك من أجل أن يتذكروا عبادة هؤلاء فينشطوا تقربا إلى الله عز وجل. وصوروا فيه تلك الصور، فصنيعهم أنهم كانوا يجمعون بين تصوير هؤلاء العظماء وبين العكوف على قبورهم، فجمعوا بين الأمرين. قال وصوروا فيه تلك الصور، في رواية وصوروا فيه تيك الصور، تيك تيك اسم إشارة، ولذا أسماء الإشارة للمؤنث أكثر من المذكر في حالة الإفراد. ولذا يقول ابن مالك رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر. قال تي يعني تيكا، إذا أردت أن تشير تقول تيكا. وصور فيه تيكا الصور، أولئك أعاد اسم الإشارة مرة أخرى بصيغة البعد من باب التأكيد على بعد فلاحهم، أولئك شرار الخلق عند الله. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولا شك أن أعظم منفذين للشرك الأكبر الصور والقبور، ولا أدل من قصة قوم نوح، فإنهم نصبوا أنصابا وعكفوا على قبورهم وصوروا فيهم الصور، فدل هذا على أن هؤلاء الذين ذكرت عنهم أم سلمة رضي الله عنها ما ذكرت أنهم جمعوا بين فتنتين عظيمتين، وهما فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، ولم ينسبه رحمه الله، لم ينسب الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الكلام لشيخ الإسلام، لأن هذا الكلام قد يكون معروفا لدى القارئ من أنه لشيخ الإسلام رحمه الله، وقد والله أعلم إنه من باب إيضاح الحق بقطع النظر عن الأشخاص، فقد يكون هناك من عاد شيخ الإسلام رحمه الله في عصر الإمام محمد بسبب هذه الفتنة، وإلا فهو يذكر رحمه الله كلاما لشيخ الإسلام وينسبه لشيخ الإسلام، لكن هنا ربما أن هناك من حمل على شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. وهذا كصنيع ابن أبي العز الحنفي لما شرح الطحاوية لم يعرف شارحها إلا في إحدى المخطوطات، استبان لمن في هذا العصر أنها ابن أبي العز الحنفي، وكل ذلك من باب والله أعلم كما قال بعض العلماء من باب أنه رحمه الله كان يذكر كلاما كثيرا عن شيخ الإسلام وتلميذه، وكان ذلك العصر يعادون شيخ الإسلام معاداة كبيرة، فلعله خشي على نفسه من أن يلاحق من قبل السلاطين في ذلك العصر. ولذلك أشد المذاهب تعصبا الحنفية، لكن الله عز وجل أخرج منهم الطحاوي وأتى بهذه العقيدة المختصرة، وشرحها أيضا من الحنفية ابن أبي العز الحنفي، وإلا فعندهم تشدد وتعصب في هذا الأمر.